فتح بحث تحقيقي بأمر من وزيرة العدل التونسية في ملابسات وفاة الرئيس السابق الباشي قايد السبسي الله يرحمه وينعمه على خلفية تصريحات إعلامية للهنتيتي في وسيلة إعلامية أكد فيها هذا كلامه هو بطبيعة الحال أنه الرئيس السابق ما ماتش متربي، مات مسموم، وأكد أيضا أنه وقع تصفيته على خلفية تصريحات هدد فيها حزب حركة النهضة والجهاز السري تحديدا لحزب حركة النهضة نهارة اللي قال نذكروه الناس كل ما بعضنا نهارة اللي قال إذا خلالك الجو فبيضي وفرخي. شنو رأيك أنت كمواطن تونسي كي تسمع هكا؟ فتح التحقيق بالطبيعة حاجة ضرورية، لأنه الوفاة نتاع باشي قايد السبسي والمرضى نتاعه الأولانية اللي دخلته للسبيطار وفي اليوم هذاك نهار خميس تذكروه الناس الكل، معناتها يفتح برشا تأويلات. والملف بصراحة فيه تحس فيه تطورات، إن شاء الله القضاء ثم 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 والدخول نتاعه للسبيطار الله يرحمه فكر يوم الخميس هذاك اللي وقتها العقبة العملية تذكروها اللي صارت هي وقت يفتح برشا يفتح باب التأويلات بصراحة. إن شاء الله القضاء يكون نزيه ويخدم خدمته والحق يبين وكهو. والله أنا كمواطن تونسي يعني الموضوع يهمش المواطن التونسي بصفة عامة أولا، ثانيا باش نبعدوا على الإشاعات المغرضة ونبعدوا على الحاجات يلزم التحقيق والقضاء هو اللي يبت في الحاجات هذه الحاجة الثانية. والحاجة الثالثة باش حتى على الأقل تصير كرسالة طمأنة للشعب التونسي باللي كونه سواء راهو هذا على خطر الرئيس ديما مربوط راهو الرئيس مش في حد ذاته هو رئيس في شخصيته، راهو يمثل هو يمثل الشعب يمثل كذا يمثل كذا. إذا كان فما الخلفية هذية معنى وزارة الوزارة نتاع العدل المشكورة اللي باش توضح هذا الرأي العام باش نبعدوا احنا من التجاذبات السياسية ونبعدوا من الأشياء اللي هي باش تخلي الشكوك. وحاجة إيجابية بالنسبة لي أنا نراها حاجة إيجابية، كل حاجة يلزمها باش تقع التحقيق فيها بكل مصداقية وبكل واحد، وهذيك كرسالة طمأنة موجهة للشعب التونسي. احنا كشعب كلنا في بداية إعلان وفاته شكينا اللي هو مات مسموم، وزيد تصريحات الطب العسكري ساعتها يقول أنه عنده تسمم غذائي. تسمم غذائي ما ظهر ليش يؤدي إلى الوفاة، لكن هو رجل معناها صحيح حتى في العمر كبير لكنه بدنه معناها سليم ما عندوش حتى عوارض أخرى اللي خلينا احنا نمشكوا 100% اللي هو مات مسموم لخلفيات سياسية، لأن الناس تحب تتموقع أكثر ويحبوا يكملوا يسدوا السلطة الأولى معناها التنفيذية لرئاسة الجمهورية. طلعت قرعة لأنه الكبير في العمر هو اللي باش يسد الرئاسة من مجلس النواب. بتاتر الناس توجه شكوك هل يوسف الشاهد خلي أنا نسمي على خاطرني مواطن أنا حر نسمي اللي نسمعه في الشارع واللي نفبه. الناس تقول يوسف الشاهد اطمع في الوزارة الأولى في تحبيب الصيد وفي ساعة مركزه وبعد تالي درع على السلباجي الله يرحمه وزاد حب اطمع في الرئاسة. ثم فما شكون يقول أن النهضة كانت تحب تقدم مع فتح مورو باعتبار أنه رئيس مجلس النواب ثاني. احنا القضاء هو اللي يفصلها، هي تكاد تكون يقين الحكايه، لانه حتى يوسف الشاهد سالوه في قناه حنا بعض المره على الدوسي بتاع الوفاه بتاع سيلباجي قايد السبسي قال عند الطب العسكري، قالت له المذيعه هل وانت تحت نفوذك انت وزاره الدفاع، قالت له جمعه جاي نجيبه للي خرج ما جابوش. دونك برشا شكوك تاكد اللي الباجي قايد السبسي ما هي حاجه ربي وهذاك حد عمره. تبقينا كشعب احنا نحبوا ملفات كبيره تتحل مع الصابرين. المعيشة قاعدة تزيد تدهور، العظم مفقود وسميد درشنوي إلى آخره، غاديين ماشي نضربوا في عيد القدام عمال نصطدموا في الحيوط، ما عادش خالطين حتى طرف، حتى 10 أيام ما عادش كملت تكملها شهرية، وراك اللي تزيد عليها قتل واغتيالات والرش وكلها، الأولاد اللي خرجوا في الكرازم بالسبيطار، يعني الملفات كلها يلزمها تتحل شكون وراها وشكون وراها، ويلزم الشعب المرة هذه يعمل اعتصام في الشارع نهارين ثلاثة جمعة حتى لين تتحل الدوسيات، الرئيس وحده ما يمشيش ما احنا ندزوه باش يقدم يحل الدوسيات. ممتاز، وأحسن قرار أخذته تو معنا السيدة وزيرة العدل تفتح بحث، هو بطبيعته مات مسموم هذا وهو بيده معناه حتى كهزوه للسبيطار نتاع الميليتير، المؤشرات ظاهرة كلا كعب أخوه مسموم درجة واحد اثنين، وهذه اللي وراها هي حركة النهضة. كيف هو حل الجهاز السري نتاع حركة النهضة هذا شو قاع واحد اثنين،
جهاز سري تو هاكا عند فوق المكتب تاع السيد الرئيس قيس سعيد، هاكا هبط امور واضح وناس مدانين. والله طبعا احنا ما نشكوش في الاصابع الاتهام اللي معناه، ولو هما يعني المواطن التونسي ولات واضحه عنده رؤيه يطالب بالمحاكمات ماهيش بالاتهامات، يلزم تتم المحاكمات. ومعروفين شكون بعث الدواعش، صادر الدواعش الى سوريا، معروفين يعني بعد الثوره شكون صادر الدواعش الى ليبيا. عندي جاري انا كي رجع ولده هو داعشي، مشيت له الشرطه قال لهم بروا حاكموا ابحثوا الغنوشي اللي بعثوا، يا جاي لولدي امشي راس القرطله ساعه ابحثوا واسالوا حللوا. يعني ما واضحه الحكايه ولات لوبانه، واضحين المتهمين، واضحين المجرمه، وما ينكر وما يمكيش كان الانسان المنافق واللي يحب يتسطر على المجرمين. احنا ولينا نطالبوا بالمحاكمات لا بالاتهامات، لان المجرم راهو واضح وجلي قدام الانسان النظيف والوطني الحر. هو عديد حالات الوفاه اللي تواترت في تونس بعد 14 جانفي حالات مسترابة، وبقات ما جاوبش عليها القضاء، ملفات اتفتحت لكن يبقى البحث والتحقيق يتعرقل بفعل الهيمنة واللي تفرضها حركة النهضة على جهاز القضاء اللي مازال يرزح تحت سلطة حركة الإخوان ومازال ما تحررش. ووفاة سبسي تطرح عديد الأسئلة بطبيعة الحال، وكما وفاة فوزي بالمراد، كما وفاة سليم شاكر، عديد الأسئلة تبقى. احنا علاش طرحت توا في الوقت الحالي وتفتح الملف بناء على تصريحات لشخص ما لشخص يلوج على الباز، فهمت؟ احنا نتسالوا اكبر ملف يلزم يتفتح هو ملف الاغتيالات السياسيه اللي هو ملف شكري بالعيد والحاج الابراهيمي. الملف هذا مطروح على القضاء، وعديد القران تثبت انه حركه النهضه وجهاز السري لحركه النهضه متورط في الاغتيالات والتوبه تفتحها. احنا نقولوا انه ربما فتح الملف هذا يكون للتغطيه على ملفات اخرى وتشتيت الراي العام التونسي. اول حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قال اذكروا موتاكم بخير، هذه اول حاجه. ثاني حاجه انا اعوذ من كلمه مواطن عادي بسيط، لا نخدم في المخابرات ولا عندي كيف يقولوها وقت باش نضيع وباش نلوج مات مقتول، مات متربي، مات بالكورونا عفان عفاكم الله، ولا باي مرض خفيف. هذا اللي صرح سواء كان نقول له فضيله الشيخ الهنتاتي، اذا كان هو عنده ادله ما دام طلع ريتو، انا ريتو سمعته تبعته في البرنامج تاع الاختيار هذاك في التاسعه ريتو كله ولا محاله، فما شيء يعني عجبني فما جاي ما عجبنيش نحتفظ به وحدي ونقول له انا ما دام هو طلع وقال، وحتى سمعته قال حتى الرئيس هز له يعني اثباتات، خلاص خليهم تو الراجل هو في دار الحق وانا عند دار الباطل. يا خويا اعطيونا ما اهم من هذه، تو قد نلوجوا الباجي شكون قتل مات مسموع البراهمي. يا خويا نحن نقولوا الله يرحمه من عمل الكل، والله يا ربك سبحانه وتعالى مطلع ويعرف شكون اللي دبر واللي خطط واللي قتل. هو كان مات مقتول نقول له صح عليك، ان شاء الله تنال مرتبه الشهداء، خاطر من قتل نفسه بغير حق كانما قتل النفس جميعا، ومن احياها كانما احيا الناس جميعا. ولذلك الله نقول انا مسكين اللي دبر وخطط. يا ودي بين حق انت تقتل انسان، ان شاء الله والله شي كنت هو انت ما عندك حق تقتل يهودي اسرائيلي، ما عندكش حق تقتلوا اذا هو ما شدش عليك السلاح ولا ما تخلكش ولا ما فكلكش ارضك ولا اعتدى عليك، ما عندكش حق تقتلوا. هذه يا خويا اعطينا تو نحن واش نقولوا؟ نقولوا يا خويا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله 2022 يا ربي ان شاء الله جينا بالخير والبركه، وان شاء الله يا ربي والله يثبتك قيس سعيد، راه والله ما هو تبندير ولا خوف، فهمت؟ وان شاء الله يا ربي يجعل له البطانه الصالحه اكلي دارين به زاد كيف يكونوا ناس ثقات
ويكون يتقبل المسؤوليه ونقول له انا سامحني من موقع هذا ما نجمش نعرف انتم كان نقول باش تقصوها، اما نقول له انا نقول له يا سيد الرئيس يا المحترم انا انتخبتك لمحاله وفرحان وعندي ثقه في ربي اول واخيرا ثم فيك ثم في الشعب، انا الشعب مادام انتخبك بحول الله السميع العليم ان شاء الله باش يزيد ينتخبك المندا الجاي، لكن انا نقول لك يا سيد الرئيس هاو شوف وجهي في الكاميرا وخلي يشوفوا فما برشا يعرفوني وفما يعرف حتى والله يطلعوني ما تخافش، بسم الله ما شاء الله عندنا مخابرات وعندنا داخليه والله مش لا خوف ولا تبندي والله يجيبوك من كرش الحوته. نقول له انا يا سيد الرئيس عندك اثنين مازالوا اختر عليك في البلاد التونسيه، اذا هذوما مش نقول لك كلمه تقضي عليهم مش تقضي مع تقتلهم لا تحطات منهم تعسموا احتياط اللي ما ترقدش الليل نقولها لك وانا مستعد نقولهم لك ونقول لك شنية عليه زوز مازالوا يمشيوا على وجه الارض فهمت بخلاف راهو اللي عاونوا فيه اخ مخطرين عليك وراك نقول لك راك انت مازلت في خطر ماكش امن انت ما امنك ان الله سبحانه وتعالى شفتك الحراسه وكل شيء راهو صحيح يعطيهم الصحه وقايمين بمجهوداتهم لكن راهو عندك اثنين مخطرين سامحوني في الكلمه يعني جراثيم ما نجمش نسميهم انا مستعد هكا شنو الفايده واش عملنا كرئيس يقول هؤلاء وبعد ما يسميهم الناش شنو ربحنا؟ اش نقول لك اختي شوف ما تعرف نحن تعرف ويكيدون كيدا والله خير الماكيدين اش نقول الناس هذه راه شنو يقول لك الذبانه ما تقتلش ما تدور لخواتك والله نحن شوف لانا خايفين من بشر بكريم ما نخافوش منه نحن خوفنا كم من الله سبحانه وتعالى الحمد لله لا انا ارهابيين ولا انا سراق ولا انا مجرمين ولا قطع طريق الحمد لله ولا انا كما نقول اما انا نفضل باش ربما كي نقول عليهم ربما هكا يظهر لي كلي نعمل بلبله اكثر شيء نعمل يعني نكون مشكله يعني بالدرجه الاولى كل صراحه